السلام عليكم يا أهل الخير الحمد لله بعد كفاح ومجهود يوم بعد يوم أسبوع بعد أسبوع سنة بعد سنة الحمد لله انتهيت من المكتب المكتب أصبح جاهز بجميع معدات الجيمين مع العلم أنني لا ألعب ولكن حبا في العمل يوتيوبر يعني لابد أن يكون لدي مكتب كامل جيد مكمول و سوف اشارك معكم ايضا كم كلفتني هذه المكتب فقط ليس يعني استوديو لا اتحدث عن استوديو، استوديو شيء اخر ولكن المكتبه وحدها كم كلفتني من المال وطبعا هذه الاموال التي استثمرتها في هذا المكتب كلها من ارباح اليوتيوب، وعندما اقول ارباح اليوتيوب ليس يعني لدينا الاموال او شيء من هذا القبيل ولكن أقول أنه من الممكن على أي يوتيوبر مبتدئ ويرغب أن يصل كما نحن وصلنا إلى هذا الأمر يعني شيء بسيط جدا ولكن الحمد لله يمكنك أن يكون أو يمكن أن يكون لديك ستاب رائع جدا يعني ستاب جاهز بأموال يوتيوب ويمكنك أن تصل وسوف تصل ما دام لديك رغبة للوصول طيب أنا يعني ستاب خاص بمتواضع ولكن لا اعرف انا اعجبني هكذا وانت ربما يعجبك ربما لا ولكن يلا نتوكل على الله. هذا هو المكتب. مكتب سوف اتحدث عن كل قطعه كم اشتريتها وكم كلفتني. حتى المكتب كم كلفني ايضا فكان هو اخر شيء اريد ان اشتريه ويعني اعجبني كثيرا لانه كبير. أه وأستطيع أن أعمل فيه جيدا وأضع الإضاءات الخاصة بي ومريح كثير جدا، ربما أنت لم يعجبك ولكن رائع جدا بالنسبة لي أنا شخصيا، فالشيء الذي كان ينقصني وهو المكتب وكنت دائما أقول أن أشتري المكتب المكتب ولكن الحمد لله الآن اشتريته فهذا المكتب كما تلاحظون من نوع إم أه دي خشب رائع جدا أه يحتوي على هذه يعني خاصه بالوضع المفاتيح مكان وضع ايضا ادخال الكيبلات الخاص بلوحه المفاتيح والفاره وايضا اخرى في هذا المكان وايضا في الاسفل يوجد كيبلات وبعض الاشياء الاخرى فيحتوي على اثنين وحدات ادراج هذه تحتوي على ثلاث وايضا الثانية لم أقم بوضعها في هذا المكان، لم أقم بوضعها في هذا المكان، ولكن أخذتها في هذا المكان. يعني في الأصل يتم وضعها في هذا المكان تكون على شكل L، تمام؟ ولكن أنا شخصياً قمت بوضعها في هذا المكان، فاستغلت هذا المكان بهذا المكتب الصغير. يعني يأتي مع المكتب الأصلي يحتوي على هذا يعني الباب ومكان خاص بلوحة المفاتيح وأيضاً الثاني وتضع فيه كمبيوتر او شيء من هذا القبيل المهم رائع جدا فهذا هو شكله عندما اقوم بتشغيل الاناره الخاصه بالمكتب فهذا هو شكله يعني طوله متر وستين وعرضه 80 يعني 80 تشتغل فيها انت مريح وخاصه الناس التي تقوم بشرح التطبيقات والبرامج في آه على المكتب يعني التطبيقات اعتذر الخاص بالهواتف وهو شكله بهذا الشكل كما تلاحظون بعد ما شغلنا الاضاءه طيب الان سوف نتعرف على كم كلفتني هذه المكتبه والسيت كم كلفني من الكرسي الى اخر نقطه يعني هذا المكان فقط لن نتحدث عن الشاشه لن نتحدث عن الارائك وهذه الامور كلها لن اتحدث عنها ولكن سوف اتحدث فقط عن المكتب كم كلفني و... يلا نتعرف على الاسعار اول شيء وهو بي سي جيمر بي سي جيمر كلفني او جهاز الكمبيوتر من نوع جيمر كلفني آه ألف قل تقريبا ألف و دولار يعني عشرة آلاف درهم مغربية تمام ألف دولار والشاشة التي تلاحظونها الآن آه شاشة من نوع المقوس أو عريضة تمام بهذا الشكل فهذه الشاشة يعني 32 بوس كلفتني ب 550 دولار، يعني 5500 درهم مغربي، تمام؟ فهذا يعني شيء بسيط جدا كلفني غالبا ب 25 دولار، يعني آه يعني صوت خاص بالصوت، يعني صوت فيه بلوتوث، آه، راديو، وشيء يعني اشياء بسيطة لا أحتاجها ولكن بالنسبة للصوت جيد، تمام؟ هذه كلفتني كذلك آه المصباح أو الإضاءة. كلفتني ب 30 دولار كان سعرها 50 دولار وكان عرض الى اخره فاشتريتها رائعه جدا اعجبتني كما تلاحظون رائعه جدا يمكنك تنزيلها الى اخره المهم رائعه هذه كلفتني ب 8 دولار يعني رائعه في المكتب شخص قام بصناعتها وقمت ب شرائها الكرسي كلفني ب 330 دولار يعني 3300 درهم مغربية نمبر 1 نمرة واحدة يعني بروميان او لا اعرف كيف يسمونه ولكن يعني الجودة الرائعة رائع جدا هذا الكرسي بالنسبة للوحة المفاتيح سعرها تقريبا ما بين 440 الى 30 دولار بالنسبة للثاني لا أتذكر سعره بالضبط وهذه هدية من شركة يعني خاصة بالجيمر لا أعرف سعرها في الحقيقة ولكن جيدة وسعر هذا المكتب مع هذه التي تأتي معه 4000 درهم يعني 400 دولار وأن الدرهم مرتفع يعني 400 دولار, دولار وشي 4000 درهم يعني الدولار عندنا نحن في المغرب يساوي 8 فاصلة كذا ثمان او تسعة دراهم فيعني كل اربع الاف زيد عليها يعني تقول تقريبا اربعمية واربعين دولار هذا المكتب تقريبا اربعمية واربعين دولار آه كم كلفني بالدولار اما هي بالدرهم اربع الاف درهم الشيء المتبقي وهي ان ابدأ بالعمل وليس انا فقط فانتم ايضا يمكنكم البدء في العمل ان تبدأوا في اليوتيوب ان تبدأوا محتوى نقي سليم آه صدقة جارية تتركونها في عالم الافتراضي وان شاء الله بحول الله سوف تجنون المال لانشاء مكتب او استوديو كامل لان يعني سابقا في يعني سابقا هذا الاستوديو فقط ذكرت دون هذه الامور ذكرت انه كلفني تقريبا يعني 4000 آه درهم او ازيد من آه 4000 40 40000 درهم ازيد من 40000 درهم يعني 4000 دولار لم اتحدث عن المكتب لم اتحدث عن اشياء اخرى قمت باضافتها في المكتب ولكن على العموم يمكنك انت اخي الكريم ان يكون لديك استوديو بالامور بسيطه جدا بسيطه جدا شويه 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 تضيف هذه وهذه تقوم باضافتها وكل مره تقوم بتغيير اما استوديو في الحقيقه سوف اقوم بتغييره شيئا واحده واحده لانه هو في الحقيقه جميل هكذا ولكن افكر في التغيير انا افكر في بعض التغييرات مثل سوف اقوم بنزع هذه الخاصة آه بالإضاءات إلى أيضا هذه سوف أقوم بنزعها وأجعل الاستوديو يكون بسيط سليم دون إضافة هذه المعدات لأنه سهل أن تضيف هذه الديكورات ولكن من الصعب أن تقوم بنزعها وترتيبها وتنظيفها يعني لا بد من الغبار يعني نعيش نحن في الغبار تمام فالحمد لله كما تلاحظون واتركوا لي رأيكم في التعليق هل كان المكتب مناسبا لي او غير مناسب، يعني لاحظ المكتب جيدا سوف اقوم بنزع هذا الكرسي ورايكم يهمني كثيرا. اشتريت يعني اذا لم يعجبك قد اشتريت، ولكن يهمني رايكم كثيرا. هل المكتب رائع او فقط ضاعت الاموال، الله المستعان. شكرا لكم ثم شكرا لكم على المتابعه واتمنى التوفيق للجميع وجزاكم الله خيرا. ومبروك علينا استوديو الجديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته